شرج سعد تاني ونتبدل ونجري كل دقيقة كل ساعة للمصباح حكمتي مغنى أنا وراسك من الحجر اليوم انا وصلت على غزلان في واحد البلاصه كيترينيو فيها ومعنا واحد الغزاله هي ديجا راها كتعرف انا دابا غير كنشوف بعينيا نشوف اشنو كيديروا كيشرحوا لي خلاص واحد شويه انا غادي نقلب لكم عندها الكاميرا وغتبان لكم كيفاش غاده وبالعقل وداك الشيء بالتبات والله يكمل عليها ان شاء الله بالخير وتنجح حتى هي وتفرح وكاملين ان شاء الله يا ربي يفرحوا. المهم انا غادي نقلب وغادي نوريكم هذا الكوغ هذا اللي تدير دابا ديال ماشارير وكيفاش تكاري ياك ياكي تا كيفاش تكاري. المهم انا غادي نقلب لكم باش تاخذوا فكره بالنسبه للبنات اللي مهتمين ولقيت بزاف ديال البنات ديال تازه هنا كلهم تقريبا متحمسين وليزاد الحماس اكثر هو ان اللي كتعلمك يعني المونيتريس اللي هي مرا كتكوني اليز معاها لاقصى الاقصى درجه هي راه خدامه هنا كتعلم والبنات الاخرين راقصه راه تما كياكلوا يعني قالت فامي. المهم انا معاك البنات هنايا كيف ما كتشوفوا مدام غزلان ها هي مع واحد الكونديدا اللي كنت لقيتهم تمايا هادو البنات كيتعلموا الستاسيونمون كيفاش يقاريو صراحه الطريقه كيفاش كتعلمهم كيفاش كتوقف معاهم كيفاش كتمشي معاهم ايتاب بار ايتاب انتما كتشوفوا يعني واقفه ماشي كتعلمك صافي وكتخليك انت على خاطرك لا واقفه معاك وواقفه معاك بواحد الطريقه اللي هي لبقه كتوريك بواحد الطريقه زوينه كتخليك تحس انك مرتاح ما كتدوخ ما كتلف ما كتهشر ما حتى شي حاجه علاش حيت الطريقه ديال الشرح اللي كتشرح لكم بها واحد الطريقه اللي هي زوينه ومفهومه وعاد كيف قلت لكم يعني لافونتاج اللي كاين في هادشي كامل هو انك ملي كتكون هكايا مرا مع مرا يعني كنكونوا حنا لي فام مع بعضياتنا كتحس مرتاح كتهضر مرتاح كتقرب ليك بحال هكدا مرتاحه ما كيكونش عندك واحد ما كتكونش مبرزطه او لا ستريسيه او لا عندك نغلط هادي ولا كتكون مثلا صافي راك كتعلم راك تتعلم لا كدوز لك الحصه ديال كلها بالضحك وبالخدمه والحاجه ملي كتكون هكا فيها الضحك وفيها النشاط راه كتدخل لك الراس بوحدها كتحس بها كدوز لك الراس بوحدها تبارك الله عليها صراحه ونعم المراه كتحس بها واقفه على شغلها كدير واحد الحاجه اللي هي متقونه يعني ماشي عندها اوتو ايكولو صافي بامكانها انها تجيب مونيتريسات وحدين اخرين يخدموا اولا دير مونيتور ولكن لا واقفه على شغلها وكيف ما كتعرفوا راه اي واحد كيكون واقف على لو بروجي ديالو راه كيخدم عليه بالنفس وكيبغي يشوف راه يشوف البروجي ديالو هو احسن حاجه هذاك الشيء اللي كاين هنايا مع غزلان. والحاجه المزيانه هي انكم اللي غادي تمشيو وغتسولوا على البري وغادي تشوفوا واحد لو بري اللي هو سبيسيال وغزال. انتم البنات شفتوا معايا الطريقه ديال التعلم كيفاش كتكون مرا مع مرا كتكونوا اليز الاقصى درجه والبنت هي تقريبا دابا هي بريسك ان مويا كغزاله وهي كتعلم مع غزلان. قولي لي عافاك بغينا غير نسولو كيفاش كتحسي وانت كتعلمي مع غزلان يعني ماشي راجل سورتو انها خصها تكون قريبه ليك خصها تكون حداك خاص بزاف الحوايج كيفاش كتحسي ها هي غزلان ها هي معنا وحيده من البنيتات اللي هي كتعلم عندها نخليكم تسمعوها يعني من عندها هي اللي غادي تقول لكم كيفاش الفرق اللي كاين ما بين تعلمك مرا وما بين يعلمك راجل كيف قلت لكم سورتو ان تكون قريب ليك يعني قريب ليك خاص يقرب لك بزاف د الحوايج مع المرا كتكون تسمعوها من عندها صراحه الله انا راجلي قال لي دوزي عند مرايا كي واحد عمي قال لي سيري كاينه واحد المراه سميتها غيزلان قال لي صراحه الله يعمرها دار كلشي كيشكرها وصافي انا راجلي قال لي وتفاهم معها قال لي هذه الانسانه واعره والله كتعطي الخاطر لاحظتها الخاطر بزاف لاحظتها الحاجه واخا كتغلطي هي فهمتي كتنبهك ولكن حنينه كتنبهك بواحد لي فام لي فام وما هادو هي طبيعتنا لي فام والله انا مرتاحه معها بزاف كنحس براسي ما كنحسش بها ما كنحسش بها مونيتريس كتحس بها امي ديالك اختي صراحه الله ماما كلشي فيها والله العظيم الله يحفظها والله
والله البنات الا هذه شهاده راه ماشي انا كنقولها ولا هاد السيده ولا البنات اللي كيدوزوا عند غزلان، هذه شهاده كنقول لكم كاع البنات اللي وصلوا ليها واللي مازال غادي يجيو واللي جاو كلهم هذه كيشهدوا بها. كتهضر معك اولا كتهضر معك بواحد الادب بواحد الصواب اللي ما نقول لكمش كيفاش داير، وغزاله وملي كتحطوا معها في الطيغه راكم غتشوفوا غزلان كيفاش دايره وكيفاش كتعاملوا. انا دابا شفت كيفاش كتعامل مع البنات كاملين كلهم بنفس الطريقة. وغزلان رحبي رحبي بالبنات، رحبي مرحبا بكم البنات، رحبي أخرى عند بوشرا فلوغ. هاد الشهادة كنعتز بها أنا بطرفكم، بالعكس هكا كتحطوا لي واحد المسؤولية كبيرة على الكتف ديالي، وكنحاول ما أمكن أنني نكون في المستوى ونكون كنرضيكم. هاد الشيء ما نطلب منكم، راكي قدها غزلان، راكي قدها. وحتى الدراري حتى الرجال اللي كاين راكين حتى راجلها ومعاها واحد المونيتورات مونيتور دراري، ما نقول لكمش كيفاش دايرين حتى هما، راه الاداب والصواب الدراري راه واخا زعما انا يركبت معاها هي وحتى المونيتور حتى هو الله يعمر لهم الدار، الحياة والحشمه والاداب وبيناتكم الخدمه، يعني ماشي تقول الخدمه ما كاين والو اصلا. هي معلمه هاد الركائز هي معلم هي معلمهم على هادشي، وهادشي راه ماشي بعيد على هاد المدينه وماشي بعيد عليها، راه كلشي خلاص راه معروفه. يا ربي امين الغزاله، ومرحبا بكم مره اخرى عند غزلان، ومازال غتشوفوني ان شاء الله في ليكول داخل في ليكول وغتشوفوني عاود هنايا. المهم انا كيف قلت لكم نهار تشوفوا ني سقت انا ملي جلست وسقتها راه كلكم غتسوقوا كلكم مازالين تشوفوا بوشويه. دابا ندير لكم انا فيديو مع بوشه وهي كتسوق الراسه ان شاء الله، كتمشي وكتشري الراسه وكتخدم كما ان شاء الله، واكيد بالدعم ديالك اكيد وبالتشجيع ديالك وانت اللي غتكوني معايا. يلا الغزاله ديالي كملوا معنا هذا الفيديو، يلا ها بامور ها مارشاريير، يلا شوفي اللور هي تقربي لهم لومبريا جوفا تزيدي كاش اللي كتقيسيهم حقك بحال اللي كتقيسي الطوموبيل صافي. دابا عادي ندوروك عادي نخرجوا عادي دوري كلشي ليسر ليسر صافي. يلا تكير لومبرياج ديري بامور برومي ما تقيسيش قيسيهم لا بروشين فوا انت ستاسيونيتي مزيان كلشي يمكن ما تقيسيهم صافي الحبيبه ديالي صح. ولكن ماشي مشكل الحصه الاولى ضروري ضروري ما اخطا باش دابا نمشي هكذا ولا عادي ندورو كلشي وعادي نمشيو لديك الجاليه. ما رحتيش اننا دورنا الفولون كامله ليسر غادي ندخل من هنا ولا لا عادي نخرجوا هكا صافي. وخصنا نخليو خطوه ما بينه وما بين ديك الحديده اللي كتشوفيها ليه. يا الله زيدي شويه بشويه غير نقرب لها لومبرياج والفرع هكاك. دابا جيت خصني نمشي لهاد الجهه ياك تكاع لومبرياج التالي خصني نمشي لهاد الجهه ياك. شنو غادي نديرو ملي كنكونوا دايرين مارشاريه وكنبغيو نمشيو للجهه اليمين كندورو كلشي ليسر ومني كنكونوا باغيين نمشيو للجهه اليسار كنديروا العكس. دابا عادي ديري مشاريير فرحنا غاديين غاديين جيت اليسار فين عادي نوروا الفولا برافو عليك دوريها لي كامله اليمين. يلا شوفي تما خفي لومبرياج غير بشويه غير نقربوا للتروطوار ديروا لومبرياج والف خدمي راسك برافو عليك عينو هذا يدخل استاسيوني باش ندوزيلو. لاحظتي حتى واحد الحاجه فيك ابو شاه زعما حتى انت تبارك الله ما شاء الله زعيمه كان زعما هذا هو لا دي فيك الزعمه والله الا مزيانه لا لا بعدا في السوق انا عندي بعدا مزيان زعما يعني هي ما تزيدش على الحد ديالها اما بهذا الشكل هكا زعما تبارك الله ما شاء الله. راه دابا تشوفي شوفي الحمد لله على ربي مازال تشوفي ناس اللي عاد بادين معايا راه ما كيخدموش بهذ الكيفيه هكا راه انا كنكون حاضيه راسي من هنايا ولكن في نفس الوقت كنخلي واحد لي سباس فين يخدم الكونديدا فين يخدم الكونديدا فهمتي كيفاش باش يتعلم ما كتعرفيش شنو وقع كتكوني حاطه رجليك انا مجداهم. ولكن انا لاحظت انني هاني مجده راسي في نفس الوقت انت بحال اللي ديجا سوقتي معايا وعاودتي يعني تبارك الله ما شاء الله عليك من هذه الناحيه ربي يخليك. انا غنحمق على السوق دابا تعلمي والله غير عندنا السيركوي دي الاربع وليدات تيكونوا في الدار ياك مصلحليش عندي ثلاث الخميس والسبت صافي ثلاث والخميس الخميس الصباح الخميس الصباح ماشي مشكل من داك يلا زيدي القدام زيدي دير بروميير ماشي القدام دير بروميير بامور بروميير يلا زيد يلا حيدي جاك الله كلشي كندورو ليه كلشي 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 يلا
ملي كنديروا هكا برافو عليك هاني انا قلت لك راه فيك الزعامة والزعامة بعد كنسرحوا الفولا ديالنا جوج دورات انت دابا ديتي جوج دورات كنزيدوا القدام دابا فين رحنا داخلين غادي ندخلوا الكراج شنو غادي نديروا غادي نقربوا لهاد الحديد هادو اللي عندنا من هنايا وفي نفس الوقت ناخذ عباري شنو هو العبار اللي كنديروا هنايا كتشوفي هاد الحديده الاولى اللي من هنايا خصها تجيني هنا هاد واه خصها تجيني هنايا زيدي غير بشويه عليك لومبرياج ورفع فين كتبان لك هاد الحديده هنا صافي دابا غادي ندخلوا جهه الكراج فين الكراج فين جهه راه اليمين صافي غادي ندور كلشي اليمين يلا زيدي دخلي غير بشويه رفعي لومبرياج غير بشويه الخدمه ملي كتكون بشويه كتكون ورزينه كتعطي واحد النتيجه زوينه برافو عليك برافو عليك برافو والله الا برافو ها دابا شنو كديري بقيت انا مدوره الفولا ديالي هكا فين غادي نمشي لهاد الجهه ها هي الفولا هنا عادي نبقاو هكا حنا دورنا عادي نبقاو ماشي لهاد الجهه شنو ندير باش نزيد القدام عادي نسرح الفولا ديالي جوج دورات ديري الدوره الاولى وعاودي الدوره الثانيه صافي وزيدي القدام خفي رجليك على لومبرياج غير بشويه زيدي غير بشويه لومبرياج والفرن صافي نديرو مشاري يا اختي دابا حنت دخلتي الكراج مزيان ارا نشوف شكون معليش ولا قالت لي راني نتوسو قالت لي غير الدور الشرفيه ربي عليا يلا خفي على لومبرياج غير بشويه هاك شوفي هنايا كتشوفي هاد الحد قصيها شويه لا ما كانش عليك كتحوجي الفولا ديالك سمعي كتشوفي هاد الحديد هادو اللي هنايا خصهم يبانوا لك في الباربريز هنا وهنا كيبانوا لك كيبان يلا دوري له كلشي لليسر يلا حيدي جاك على لومبرياج غير بشويه حيدي على لومبرياج حيدي على لومبرياج يلا زيدي 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 راها مشارير واه هو خصني مشارير زيدي غير بشويه يلا 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 وقفي هنايا دوري له كلشي اليمين كاين لومبرياج ودي برومي هي نقول لك نزيدوا القدامه بوشه ديال برومي هي نقول لك نرجعوا اللور ديري مشاريع صافي الحبيب يلا زيد صافي سرحي الرواده ديالك مشي هذا ومشي لديك بلاصه كاين لومبرياج التالي برد بزاف واحد يلا حيدي جاك لومبرياج غير بشويه يلا زيدي شويه بشويه غير بشويه عليك هاكك سرحي لعندي يلا لومبرياج التالي والفران عاوتاني شوفي شي نقول لك واحد الحاجه شي سياقه كتبقى غير تقنيه هي كل واحد كي كيعرف يخدمها انا قلت لك راه شحال من وحده كتكون باديه معايا الحصه الاولى ما كتكونش بهذا النيفو هكا شي الا جيتي منين تجي عندي غدا ولا ودابا تشوفي بعويناتك كيكون يلاه كيتقاتلوا يلاه كيشوفوا كيديروا فهمتي يعني تا بنادم ملي كيعرف تكنيك لا تكنيك وكيكون شويه د الزعامه والله اختي الا كتعطي واحد النتيجه زوينه دابا خصنا نزيدوا القدام دابا غادي نزيدوا القدام نعطيو الاسبقيه لهاد الناس اللي راهم سابقينا وعاد نزيدوا حنايا يلا حيد جاك لومبرياج غير بشويه هاك كسي السني على اليسر يلا دوري من هنايا كبري الدوره ديالك ملي كنكونوا دايرين على اليسر كنكبروا الدوره ديالنا باش كنجيو مع اليمين هاك كابوش اختي مزيان يلا دوري عاتاني وزيدي دابا غنزيد شوفي بغيتك تكوني كيعجبني تكوني مرتاحه صافي يلا ما عادش نبقاو ماشي برومي تكي على لومبرياج ودي دوزيام برافو عليك زيدي القدام عاوتاني ومزيان برافو يلا ندور من هنا ولا لا غادي ندور من الدوره الاخرى بالسنية عاوتاني على اليسر ملي كنكونو رايحين على اليسر شنو كنديرو دوره كبيره برافو عليك حتى كنوصلو وسط الطريق عاد كندورو باش كنجيو مع اليمين ديالنا يلا برافو عليك زيدي لهنا زيدي كبري الدوره ديالك شوفي بحيث المجور هنايا جايه
واسعه وكبيره عندك لسباس فين تحركي. صافا حبيبتي يلا سيدي. بنات هاي ستاسيونمون جات مقاده وانا اول مره غادي نستاسيوني وما جاتنيش صعيبه، ما جاتنيش صراحه صعيبه بالشرح. اكيد الشرح هو اللي الا شرح لك مزيان راك غتفهم كل شيء. الشرح هو اللي كيسر كل شيء والخاطر وكتكون كتخدم اليز. شكرا غيزلان. هنايا البنات بغيت نقول لكم باللي هذا الفيديو هذا راه ماشي اشهار وماشي هو حتى شي حاجه. هذا الفيديو هذا كان خاصني نديرو حيت فريمون بزاف ديال البنات وبزاف ديال لي فام اللي عندهم مشاكل مع رجالتهم رافضين انهم يدوزوا البيرمي، حيت اش تيكون معك مونيتور اللي هو راجل كتكونوا هكايا راس في الراس يعني كيخدم معك، خاصو يقرب لك خاصو يوريك بزاف ديال الحوايج عن قرب. شويه ما كاين الرجال اللي ما تيتقبلهاش وكاين حتى المراه هي اللي كتكون منقبه وما كتكونش اليز. والحمد لله الفيديو اللي قبل من هذا يعني نال الاستحسان من عند البنات وهذه القضيه هذه ديال انها تكون مونيتريس معك شويه قليله الا ما قدينا نقولوا انها تقريبا راها ما كايناش. فتازه كاينه وحده اللي هي غزلان وكنشكروها اكيد هي والزوج ديالها على هذه المبادره هذه اللي دارت للناس اللي ما يمكنهمش انهم يدوزوا البيرمي مع الرجال. وكان ضروري خاصني نعاود ناكد لكم ونعاود نبين لكم الطريقه كيفاش كتخدم وكيفاش كتخليك تحسي انك مرتاحه، كيفاش كتخليك تكوني اليز معها وكيفاش كتدخل لك الحاجه للراس بالخاطر وبشويه، والحاجه اللي كتدخل صافي راه كتبقى لك في الراس حيت كتوصلك بواحد الطريقه زوينه. ومن هذا الشيء كامل يعني الخدمه اون جروب مع البنات اللي عندها واحد الجروب اللي هو غزال واكيد اللي هي متحكمه فيه اللي هي عاطيه الحب وناشره بيناتهم باش هو تنشر مع لا كليك كامله. كنشكروها اكيد وما غاديش تندموا ملي غتمشيو عندها. واللي غادي يعجبكم اكثر هو الثمن، قولوا لها راكم جيتوا من عندي. البنات اللي غيمشيو من عندي كلهم عندهم واحد البري سبيسيال وراني تاكدت من هذه القضيه وقالوا لي بصح ابو شرا راه دارت معنا واحد البري اللي هو زوين وكيشكروها وتيقولوا الله يرحم ليها الوالدين. وانا كنشكرها بدوري ولهلا اختي برومي. بغيتي نعاودوا حصه اخرى غدا ولا بعدو مرحبا على راسي وعينيا ونجيب خي بوحدك ونخدم معك ان شاء الله. يلا سيدي شويه بشويه السني على اليسر، يلا دوري على اليسر من هنايا بشويه عليك. ندخل مع هذوك ولا نمشي؟ لا لا هذوك خاصين بالكار. دابا حنا كندوزو غير الطوموبيل اختي، بركه علينا في هذه الساعه. صافا اختي يلا نشد لي من ديالي تكير لومبرياج ودي دوزيام. برافو عليك يلا زيدي حيدي حيدي كيسميتو يلا زيدي. دابا عاد ديو السنية عاوتاني على اليسر كندورو حيدي الكسيراتور، ملي كنبغيو ندورو كنحيدو الكسيراتور وكندورو يلا. وهنايا هاكاك زيد اختي هنايا شويه بشويه لومبرياج التالي والفران هاكاك. الله يعطيني الصحه وخلاص. تبارك الله صلى على النبي عليك. تبارك الله عليك انت الله يحفظك الله يسهل عليك. يلا ملي كنوقفوا كنديروا بامور وكنطلعوا فران امان بلا ما كتكعل هذيك البطونه. شتي ملي كتسمعي هذا الصوت هذا يعني طلع هو اللي كان. واه برافو عليك. ها فين كيبان؟ ها هو فران امان باش عارف يطاري ولا لا. اجا زكي برافو. شكرا غزلان تسالي كل خير الحبيبه.